تحية عطيرة. إذا القسم الثالث من مداخلتنا المعمقة حول القدس مدينة معظمة على مر التاريخ. القسم الثالث يتضمن في البداية الإدارة المدنية البريطانية وسيطرتها على أرض فلسطين. طبقا للمخططات البريطانية وما تقتضيه مصلحة الحركة الصهيونية، تم إنهاء الإدارة العسكرية وإحلال الإدارة المدنية مكانها باسم حكومة فلسطين، ورفعت الأعلام البريطانية على جميع الدوائر الحكومية في فلسطين، وسحب ذلك الإعلان عن تولي هربرت سامويل سلطاتها كأول مندوب سامي على فلسطين منذ أول يوليو 1920 ميلادي. وقد تولى سامويل رئاسة المجلس التنفيذي الذي تكون من، وهو نائب الرئيس وسكرتير العام، وهو نائب الرئيس يتطلع بشؤون الإدارة، وتولاها ويندهام ديدس سكرتير المالي ويختص بشؤون المالية والاقتصادية، ويختص بشؤون وسكرتير القضاء ويختص بشؤون العدلية والقانونية، وتولاه نورمان بنتويش. وشكل سامويل مجلسا استشاريا يتكون من 20 عضوا، نصفهم من الإنجليز وسبعة منهم من العرب وثلاث من اليهود. تكون وظيفته استشارية فقط. وبدء تولي سامويل سلطاته كمندوب سام على فلسطين، دعا ممثلين عن جنوب فلسطين ليجتمع بهم في القدس بتاريخ 7 يوليو 1920، و8 يوليو اجتمع إلى ممثلين عن شمال فلسطين بحيفا، وألقى بيانا حول السياسة البريطانية في فلسطين، وتلا على المجتمعين رسالة الملك جورج الخامس التي أكثر فيها من امتداح النزاهة المطلقة التي تتبعها الدولة المنتدبة، وأكد تصميم حكومتهم على احترام حقوق جميع الأجناس والعقائد في فلسطين، وأخذ يشرح القواعد الأساسية للحكومة وأعماله، وتحدث عن الوطن القومي لليهود، وأعلن أن قيام الوطن القومي لليهود يساعد على النهوض حول البلاد اقتصاديا. وبذلك أوضح سامويل النقاط الأساسية التي جاء من أجل تنفيذها والعمل على تثبيتها في فلسطين، التي تمثل هدف الرئيس في وضع الأسس الكفيلة بإنشاء الوطن القومي لليهود في اليهودي في فلسطين. ولذلك قد فتح يعني فلسطين للهجرة اليهودية، وحددها سنويا ب 1650 مهاجرا، وعمل على إنشاء لجنة الأراضي كان هدفها تسهيل عملية البيع لليهود، ومنح اليهود استثمارات ومشروعات كبرى مثل مشروع روتنبرغ للكهرباء ومشروع بوتاس البحر الميت وغيرها من المشاريع الهامة والاستراتيجية في فلسطين. كما اعتمد اللغة العبرية لغة رسمية في البلاد، مع أن غالبية الشعب عربي مسلم. تم عرض برنامج سامويل هذا على مجلس العموم البريطاني، فوافق عليه في 27 أكتوبر 1920 ميلادي. وهذه كانت البداية الحقيقية التي أزاحت اللثام عن الوجه الزائف للاحتلال البريطاني، الأمر الذي أثار صراعا سياسيا في البلاد منذ بداية الانتداب حتى نهايته. أكد الشعب العربي الفلسطيني خلال عزمه على مكافحة السياسة الاستعمارية والسياسة الصهيونية الاستيطانية ومقاومتها، فأعلن حربا على الصهيونية. قامت المظاهرات والثورات المتلاحقة، وعقدت المؤتمرات التي نددت بالصهيونية والاستعمار، وشكلت الحركات والأحزاب الثورية والمجالس والجمعيات النقابية والوطنية، وكرست كل جهدها لمقاومة الاستعمار وسياسة التهويد التي ينتهجها. وشهر أذار مارس 1921 أصدر المندوب السامي هربرت سامويل أمرا بتشكيل مجلس إسلامي أعلى يشرف على إدارة الأوقاف الإسلامية وتعيين قضاة المحاكم الشرعية، وعرف بالمجلس يعني الإسلامي الشرعي الأعلى ومركزه القدس، وتألف من رئيس العلماء وأربع أعضاء، وأنيتت به إدارة ومراقبة الأوقاف الإسلامية وتعيين القضاة الشرعيين ورئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الشرعية، واختير مفتي القدس الحاج أمين الحسيني رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، وذلك بعد وفاة أخيه كامل الحسيني في عام 1922. لقد اهتم المجلس بالأوقاف الإسلامية والمحاكم الشرعية والمعاهد الدينية وغيرها من المؤسسات الإسلامية، ولاسيما المسجد الأقصى. الآن ما هو التنظيم البلدي والإداري خلال فترة الانتداب البريطاني بذل الحكومة المدنية؟ ربما يعني هندسة مدينة، قام الجنرال لمبي بعد فترة قصيرة من دخول القدس باستدعاء ماكلين لوضع خطة هيكلية أولى لبناء القدس، مقاييس مواصفات وقيود متعلقة بالبناء والتطوير فيها. وقام الأخير بوضع أول مخطط هيكلي لها سنة 1918، وكان أساس المخططات التي تلتها. وبناء على هذا المخطط تم تقسيم المدينة إلى أربع مناطق،
البلد القديمة وأسوارها. 2 المناطق المحيطة بالبلد القديمة، 3 القدس العربية، 4 القدس الغربية اليهودي التي ستصبح فيما بعد القدس اليهودي. ونصت الخطة على منع البناء منعا باتا في المناطق المحيطة بالبلد القديم، ووضعت قيودا على البناء في القدس العربية، وأعلن عن القدس الغربية اليهودية كمنطقة تطوير. قد اتسم هذا المخطط بتعزيز الوجود اليهودي في المدينة، كما عمل إلى إحاطتها بالمستوطنات لمنع أي توسع عربي محتمل، ومحاولة السيطرة على الحكم البلدي كخطوة نحو الاحتلال الكامل للمدينة وتحويلها إلى عاصمة للدولة اليهودية. وقامت سلطات الانتداب بحل المجلس البلدي وتعيين لجنة من 6 أعضاء لإدارة البلدية تتألف من 2 من كل طائفة، وكان يرأس هذه اللجنة أحد أعضاء المسلمين، وينوب عنها في حال غياب عضوان من الطائفتين الأخريين، ويقومان بمهام الرئيس بالتناوب. مع تطبيق الإدارة المدنية لعام 1920 أعيد تشكيل هذه اللجنة، حيث عينت السلطات البريطانية مجلسا استشاريا لإدارة شؤون البلدية يتكون من 17 عضوا، منهم 10 ضباط بريطانيين و14 مسلمين وأربعة أعضاء مسلمين وثلاث أعضاء يهود. تم استبدال هذا المجلس بمجلس آخر يرأسه عربي يتكون من 12 عضو، نصفه من العرب، 4 مسلمين، 2 من المسيحيين، ونصف الباقي من اليهود. وخلال الفترة بين 1918-1947 خدمت مجموعة من العوامل الخارجية مساعي الحركة الصهيونية، فمع تزايد أعمال العنف ضد اليهود في مختلف أنحاء أوروبا وصعود النازي إلى الحكم في ألمانيا سنة 1933 ازدادت هجرة اليهود من دول أوروبا إلى فلسطين بتشجيع سلطات الانتداب البريطانية، فقفز عدد المستوطنين اليهود من 10,000 في 1918 إلى ما يعادل 25% من مجموع السكان. لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد السكان في القدس وفلسطين قبل إجراء الإحصاء التركي عام 1914، والذي يلخصه كتاب إحصاء فلسطين الصادر عام 1922، والذي بموجبه بلغ عدد سكان فلسطين 689,273 نسمة، منهم أقل من 60,000 يهودي. وما لبث أن انخفض عدد اليهود إلى النصف خلال الاضطراب الذي أحدثته الحرب العالمية الأولى. في حين تشير إلى المعلومات الإسرائيلية أن سكان القدس بلغ عددهم عام 1917 323,000 نسمة، يعني النصف. ولو صح هذا الرقم فإنه يعني أن جميع اليهود في فلسطين كانوا يقتلون القدس. ملكية مساحة الأراضي خلال الانتداب البريطاني 40% من أملاك عربية، 13.86% طوائف مسيحية، 26.12 أملاك يهودية، 2.9 حكومة أملاك حكومية وبلدية، 17.12 طرق وسكك حديدية. حيث تركز تقارير السكان المنشورة في الوثائق الإسرائيلية على معلومات مغلوطة عن نسبة عدد السكان، وذلك لتجنب المناطق الجغرافية التي يقطنها العرب، لأن تعيين الحدود البلدية خلال عهد الانتداب رسم بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، حيث امتد خط الحدود ليشمل جميع النواحي اليهودية التي أقيمت غربي المدينة. قد امتد الخط من هذا الجانب إلى عدة كيلومترات، بينما اقتصر الامتداد من الجوانب الشرقي والجنوبي على بعض مئات من الأمتار. فنجد خط الحدود يقف باستمرار أمام مدخل القرى العربية المجاورة للمدينة، مما أدى إلى بقاء قرى عربية كثيرة خارج حدود البلدية، مثل سلوان والعيسوية والتور ودير ياسين ولفتة وشعفات والمالحة وعين كارم وبيت صفافة، على الرغم من تداخلهم والتصاقهم بالمدينة المقدسة القدس. وقد أثارت السياسة البريطانية مخاوف الشعب الفلسطيني، حيث دعمت بريطانيا إقامة الوطن القومي اليهودي، وكان سبب للأرقام المتصاعدة من المهاجرين اليهود إلى فلسطين. وأظهرت هذه الأرقام أن هذه الهجرة ستحيل العرب الفلسطيني إلى أقلية في بلادهم خلال فترة وجيزة. فقام الشعب الفلسطيني بعدد من الثورات ضد سياسة الهجرة والاستملاك الأراضي، كان من أبرزها ثورات 1920-1929-1933 وثورة 1936 التي استمرت إلى 1939، يعني ثورة البراق، حيث كانت القدس مركز هذه الثورات ونقطة الانطلاق. وحاول البريطانيون طيلة يعني فترة الانتداب التواصل إلى تسوية بين العرب واليهود، وقدم العديد من المشاريع التي تعزز مكانة اليهود في فلسطين والقدس. فعلى إثر ثورة 1929 ارتأت حكومة الانتداب تقسيم فلسطين إلى كانتونات، مقاطعات، بعضها عربي والبعض الآخر يهودي.
تمتع كل منها بالحكم الذاتي في ظل الانتداب، ولكن العرب في فلسطين قاوموا هذا المشروع أحبطوا أغراضه. وعاودت بريطانيا طرح فكرة التقسيم من جديد في أعقاب ثورة 1936، إذ شكلت على إثر لجنة تحقيق خرجت بتوصية مفادها تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، ووضع القدس خلال لجنة بيل ملكية تحت نظام دولي لقدسيتها، بحيث تشمل المنطقة الممتدة من شمال القدس حتى جنوب بيت لحم مع ممر بر إلى ياف إلى مدينة ياف. قد فشل هذا المشروع أيضا أمام الثورة والمقاومة العربية، فتخلت عنه بريطانيا وفقا لتوصية لجنة من الخبراء، لجنة وود هيد، التي شكلت لبحث إمكان تنفيذ التقسيم وفقا لمشروع لجنة بيل. ومع نشوب الحرب العالمية الثانية عادت قضية القدس إلى إطارها كجزء من القضية الفلسطينية، وعادت بريطانيا إلى دورها أثناء الحرب العالمية الأولى بإصدار الوعود للعرب وإلى سعيها لتحقيق الأهداف الصهيونية العالمية. كانت السياسة البريطانية ترى أن تقسيم القدس، تقسيم فلسطين، هو إحدى الوسائل لتهويدها ثم تحويلها إلى دولة يهودية. ولتحقيق ذلك اتجهت بريطانيا إلى الأمم المتحدة وسعت لاستصدار قرار يكون له قيمة دولية وتلزم به دول كثيرة، مما يوفر لها مخرج للتملص من تنفيذ ما تضمنه سك الانتداب من وعود العرب وواجبات نحوهم. وعندما هيأت الحكومة البريطانية الجو الدولي الملائم، أعلن وزير خارجيتها في 18 فبراير 1947 ميلادي عن اعتزام حكومة صاحب الجلالة عرض المسألة لحكم الأمم المتحدة لتوحي بتسوية لها. وبعد مشاورات مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، طلبت إدراج مسألة فلسطين على جدول الأعمال للدورة العادية المقبلة بتاريخ 18 أبريل 1947 ميلادي. وتم عقد دورة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة للنظر في مسألة فلسطين، ورفع تقرير عنها إلى الجمعية العمومية في الدورة العادية المقبلة. وفي 27 من الشهر نفسه عقدت الجمعية العامة دورة استثنائية، طلب فيها مندوب بريطاني أن تقتصر أعمالها على تشكيل لجنة تحقيق. وقدمت الدول العربية اقتراحا لإدراجه على جدول الأعمال، ويقضي الاقتراح العربي بإنهاء الانتداب على فلسطين وإعلان استقلالها. وكان الاتحاد السوفيتي قد تقدم اقتراح مشابها، إلا أن الاقتراح البريطاني هو الذي فاز، ويقضي بطلب تشكيل ويكون من مهام تفحص جميع القضايا والمسائل ذات الأولوية، وتشكيل لجنة خاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين تبحث في العلاقة بمسألة فلسطين ودراسة قضية فلسطين من جميع وجوهها، كذلك أحوال اليهود المشردين في أوروبا والموجودين في معسكرات الاعتقال. لذلك نجحت في بريطانيا في الربط بين قضية فلسطين ومشكلة اليهود المشردين في أوروبا. وأحالت الجمعية العامة قرارها إلى لجنتها السياسية التي أقرت تشكيل اللجنة 22 مايو 1947 ميلادي، والتي أوصت بدورها تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وإنشاء نظام دولي خاص بالقدس ومنطقتها، وإقامة واحد اقتصادي بين الدولتين، الأمر الذي رفضته الهيئة العربية العليا الفلسطينية، كما رفضته الدول العربية على أساس أن الأمم المتحدة قد تخطت صلاحياتها في هذا الشأن. أما الحركة الصهيونية التي كانت تصر على إقامة دولة يهودية على كامل الأراضي الفلسطينية وجعلت القدس عاصمة هذه الدولة، فقد قبلت به بتردد كثمن للحصول على قرار دولي بإقامة دولة لليهود. وإذا ما حاولنا التطرق بنوع من التخصص إلى القدس العربية والممارسات البريطانية عليها، فهي لم تختلف عن الممارسات البريطانية تجاه القدس بشكل عام. قد تميز جميعها بتسهيل سيطرة اليهود على المدينة والحكم البلدي فيها، ومن أجل تحقيق ذلك تلاعبت الإدارة البريطانية بحدود مسطح البلدية وبقوائم الناخبين، بحيث كانت الحدود تستبعد الأحياء العربية بينما تدخل الأحياء اليهودية ضمن مسطح البلدية برغم بعدها عنها. وبذلك سهلت الإدارة البريطانية على اليهود الادعاء بتحقيق أكثرية في المدينة والمطالبة برئاسة البلدية. ففي عام 1937 قامت سلطات الانتداب باعتقال رئيس البلدية العربي الدكتور حسين فخري الخالدي، ونفته إلى جزر سيشل مع أعضاء الهيئة العربية العليا، وعينت نائب رئيس البلدية دانيال وستر رئيسا، لكنها تراجعت في السنة التالية أمام شدة المعارضة العربية، وعينت رئيسا مسلما للبلدية هو مصطفى الخالدي. قد تكررت هذه المحاولة مرة أخرى في أغسطس 1944 ميلادي، عندما توفي رئيس البلدية العربي، حيث قام البريطانيون بتعيين نائبه اليهودي خلفا له مرة أخرى، لكن العرب عارضوا هذا الإجراء، فاقترح البريطانيون اتباع نظام التناوب على رئاسة البلدية مرة كل سنتين، بحيث يكون أول رئيس يهودي وثاني عربي وثالث بريطاني. لجأ العرب إلى مقاطعة جلسات المجلس البلدي، فقام البريطانيون بحلها في 1 يوليو 1945،
وتعيين لجنة بديلة من 6 موظفين بريطانيين، وتم حرمان العرب من رئاسة البلدية. في هذه الأثناء كانت الحرب العالمية الثانية قد توقفت، استأنفت المنظمات الإرهابية الصهيونية نشاطها ضد البريطانيين والعرب، والذي كان قد اتخذ أبعاد جديدة منذ سنة 1939 في أعقاب صدور الكتاب الأبيض. نأتي الآن إلى مسألة الاشتباك والصراع بين العرب واليهود. صراع، طب ما هي طبيعة صراع فلسطين اليهودي أو الصهيوني؟ عندما أعلنت اعتذرت عندما أعلنت بريطانيا اعتزامها الانسحاب الفلسطيني يوم 14 أيار 1948، وضمن تلك الظروف التي صنعتها لولادة الدولة اليهودية، أخذت المنظمات اليهودية الإرهابية بتصعيد حرب الإبادة وأعمال العنف واستخدام كافة الأساليب النفسية لبث الذعر في نفوس عرب فلسطين وإجبارهم على الفرار من بيوتهم وأخذ الأراضي خالية من السكان. نفذت المنظمات الإرهابية اليهودية العديد من المجازر البشعة ضد المدنيين العزل بهدف تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني، ومنها المذبح التي نفذتها العصابات اليهودية في قرية دير ياسين بالقرب من القدس في 9 نيسان 1948، والتي أسفرت عن مقتل 250 فلسطيني. وكتب العقيد مائير باعيل كشاهد عيان للمجزرة قائلا: بعد أن خرج رجال بالماخ من القرية أي دير ياسين، بدأ رجال إتسل وليحي مذبح مخشل في صفوف الرجال والنساء والشيوخ والأطفال دون تمييز بتوقيفهم بجانب الجدران وإطلاق النار عليهم. وأضاف أن 25 رجلا نقلوا إلى سيارة شحن واقتودوا إلى مقلع الحجارة يقع بين غفاحات شاول ودير ياسين، هناك أطلق عليهم الرصاص بدم بارد. ووصف الكاتب العملية بأنه وصمة عار في تاريخ الشعب الفلسطيني. بحلول 14 أيار 1948 موعد إنهاء الانسحاب البريطاني من فلسطين، أعلن مخلص الدولة المؤقت الإسرائيلي عن قيام دولة إسرائيل، الأمر الذي أعقبه دخول وحدات من الجيوش العربية للقتال إلى جانب سكان فلسطين، حيث أسفرت الحرب عن وقوع القدس الغربية بالإضافة إلى مناطق أخرى تقارب 4 أخماس فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، والتي تجاوزت مساحتها المساحة التي نص عليها قرار التقسيم. وبقيت القدس العربية تحت سيطرة الأردن، وتوقف القتال باتفاقية لوقف إطلاق النار بين الجانبين، أبرمت في 30 من تشرين الثاني 1948، ثم تحولت إلى اتفاقية هدنة بين البلدين عقدت تحت إشراف الأمم المتحدة في 3 نيسان 1949 ميلادي. إلى أي طرف آلت ملكية الأراضي بعد اتفاقية الهدنة في القدس؟ ربما 11.48% من المساحة الواقعة تحت الحكم الأردني. بعد ذلك ربما 84.13% المساحة الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ثم 4.39% مناطق الأمم المتحدة والمناطق الحارة. وبوقوع الجزء الأكبر من مدينة القدس تحت السيطرة الإسرائيلية، أخذت إسرائيل تعمل على دمج هذا الجزء العريض من المدينة بالدولة الإسرائيلية. وبذلك تجاوزت إسرائيل قرار التقسيم الذي كانت قد قبلته على مضض أثناء مناقشات إلحاق عضويتها بالمنظمة المتحدة بالمنظمة الدولية. ومن الجدير ذكره هنا أنه في منتصف تموز 1948 قام الجيش الإسرائيلي بمحاولة فاشلة لاحتلال المدينة القديمة، سميت عملية كيديم. في أواخر أيلول 1948 تلقى بن غوريون نكسة أخرى عندما تحالف 3 من وزراء حزبه شاريت كابلان وريميز مع أعضاء آخرين في الائتلاف ليرفض اقتراح القيام بعملية عسكرية ضد التورون من أجل تأمين قدس يهودية حسب زعمه. عندما حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بوكاء الأجيال، ثم قدم بن غوريون اقتراحا آنذاك من أن معارضتهم هذه ستسبب يعني مشكلة، يعني سنة 1952 لاحتلال قضائي القدس والخليل، ولكن الحكومة عارضت هذا الاقتراح بأكثرية أعضاء. أعلان دولة إسرائيل كحدث مخيب للآمال وكارثي على الشعب الفلسطيني سنة 1948. إن التغيير الذي أحدثته إسرائيل للقدس عقب الإعلان عن قيامها رسميا لن يؤثر قانونيا وعمليا على قرار التقسيم، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم
194 دور الثالث في 11 كانون الأول سنة 1948، والذي عاد وأكد مرة أخرى مبدأ تدوير المدينة، وقرر تشكيل لجنة توفيق من مهامها وضع نظام دائم لتدوير منطقة القدس، حيث وافقت الدول العربية لدى اجتماع بلجنة التوفيق الدولية التي تشكلت من فرنسا والولايات المتحدة وتركيا وفقا لقرار 194 على فكرة تدوير لمنطقة القدس دون تقسيم الأماكن المقدسة فيها، الأمر الذي لم تقبله إسرائيل غير أنها أعلنت موافقتها على تدوير الأماكن المقدسة. وعادت الجمعية العامة في قرارها رقم 303 دور الرابع بتاريخ 4 كانون الأول ديسمبر 1949، فأكدت عزمها على وضع القدس تحت نظام دولي خاص يضمن حماية الأماكن المقدسة داخل المدينة وخارجها. وعهدت الجمعية إلى مجلس الوصاية بالاضتلاع بأعباء المسؤوليات التي تطلبها السلطة القائمة بالإدارة، وأن يخضع لهذا الغرض دستور القدس. قام مجلس الوصاية بوضع الدستور المطلوب، وسرعان ما أعلن عجز عن تنفيذ هذا النظام أمام إعلان إسرائيل نقل عاصمتها إلى القدس في 11/12/1949، قيامها بإجراءات الضم الأخرى، وإعلان الأردن في اليوم التالي ضم الجزء الذي احتلهم من أراضي القدس. كما عملت إسرائيل على إلحاق ذلك الجزء من القدس الذي وقع تحت احتلالها ضمن سلطتها من خلال اتخاذها الإجراءات والتدابير التالية: تشكيل المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس في أيلول سبتمبر 1948، وفي 1949 أقسم حييم ويزمان اليمين القانونية في القدس كأول رئيس لدولة إسرائيل. 13 كانون 1948 انعقدت الكنيسة الأولى في القدس. في آب 1968 تم تدشين المبنى الجديد للكنيسة. في 23 كانون ثاني 1950 أعلن الكنيسة أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل. بحلول عام 1951 انتقلت الوزارات الإسرائيلية إلى المدينة المقدسة باستثناء وزارتي الدفاع والخارجية. وما لبثت إسرائيل أن نقلت وزارة الخارجية إلى القدس عام 1953. وهناك بعض الإجراءات الإدارية والقضائية التي تشكل إشارات أخرى إلى نية إسرائيل الاحتفاظ الدائم بالجزء الذي احتلته من المدينة المقدسة، وخاصة في مسألة الحكم البلدي. مع قيام إسرائيل بإحكام قبضتها على المدينة، شكلت لجنة بلدية موسعة تتألف من أعضاء البلدية اليهود السابقين الست والممثلين على لجنة الجالية وأحياء اليهودية لممارسة مهامها. لكن ما لبثت وزارة الداخلية الإسرائيلية في يناير 1949 أن عينت مجلسا بلديا جديدا برئاسة دانييل أوستر، وفي تشرين 1950 جرت أول انتخابات بلدية خاضتها قوائم حزبية على أساس التمثيل النسبي، وفاز فيها شولومو زلمان مزراحي كرئيس للبلدية عن اليهود العموميين. وعملت إسرائيل على تكثيف وجودها في هذا الجزء اقتصاديا وعسكريا وديمغرافيا أيضا لتعزيز وضعها السياسي والاستراتيجي كعاصمة لها. وقد استطاعت إسرائيل الكيان الغاصب خلال السنوات التي تلت سيطرتها على الجزء الغربي من المدينة مضاعفة عدد اليهود نتيجة لموجات الهجرة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. قد سجل الإحصاء الأول للسكان في أواخر عام 1948 وجود 84 ألف نسمة في القدس الغربية، وفي نهاية 1949 وصل العدد إلى 103 ألف نسمة. وخلال الفترة بين 1948-1951 كان عدد اليهود قد زاد بمقدار 54 ألف مستوطن جديد يمثلون نحو 65% من السكان. قد أظهر إحصاء 1961 وجود 167 ألف، ارتفع إلى 197 ألف حتى حزيران 1967. ويعود ارتفاع معدل سكان هذا بشكل رئيسي إلى وصول مهاجر جدد وعملية التهجير المنظمة من داخل إسرائيل، كذلك التزايد الطبيعي لليهود الأرثوذكس وللطوائف الشرقية. وقد تم استيعاب معظم المهاجرين الذين قدموا القدس من خلال فترة 1948-1951 في المساكن العربية التي هاجرها سكانها العرب أثناء الحرب. وعندما امتلأت هذه المساكن جرى استيعاب الفائض في المعسكرات التي خلفها الجيش البريطاني، ثم عمل الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء مجموعات من المساكن الشعبية في حي القطمون العربي، وهي كريات هيوفيل وكريات مناحيم. والاستيعاب هذه الأعداد الهائلة المتزايدة تم توسيع حدود البلدية من الجهة الغربية عام 1952، وأصبحت تضم القرى العربية التي هجر منها سكانها العرب، كما جرى بناء أحياء فوق أراضي دير ياسين ولفتة. ولقد أدى الارتفاع في عدد السكان إلى ازدياد النشاط العمراني في المدينة واتساع رقعتها. في نهاية الخمسينات تم البدء ببناء مركز حكومي جديد
هاكاريا مقابل موقع الجامعة العبرية كمقر لرئاسة الوزراء أو وزارة المالية والداخلية ثم وزارة العمل فيما بعد، إضافة إلى إنشاء مبنى الكنيسة على هضبة واقعة الجنوب الشرقي من المكان، والجنوب منه أقيم المتحف الوطني ومؤسسات رسمية وعامة ودينية وأكاديمية عديدة. كما تم إنشاء مقابر لزعماء روحيين في المدينة لتعزيز روحانية المدينة لدى السكان اليهود، وأنشئ العديد من الفنادق والمنشآت السياحية. برغم تلك الجهود التي بذلتها إسرائيل، بقيت المدينة أشبه بمكانة العاصمة الثانية، حيث استنكرت غالبية دول العالم الإجراءات الإسرائيلية في القدس ورفضت التعامل معها كعاصمة لدولة إسرائيل. وتمثل هذا الرفض في امتناع هذه الدول عن إقامة سفاراتها أو نقل بعثاتها لدى إسرائيل إلى القدس، وكذلك في رفضها تقديم أوراق سفرائها لدى إسرائيل في القدس. علاوة على ذلك، معارض المجتمع الدولي لهذه السياسة، اعترضت إسرائيل مصاعب داخلية تتعلق بوضع المدينة كمركز ديني وروحي ووضعها الجغرافي الاقتصادي على خطوط الهدنة. فبعد مرور 6 عقود من الزمن على احتلالها واتخاذ عدد من القرارات بتحويلها إلى مركز إداري، لم تستطع الحكومات المتعاقبة تنفيذ هذه القرارات، وبقيت الوزارات الرسمية في تل أبيب، تل الربيع يعني الاسم العربي، واكتفت بمكاتب رمزية لها في القدس. وعللت الأوساط الإسرائيلية ذلك بكون المدينة تجيب ظروف جغرافية وتوبوغرافية تؤثر في تطورها الاقتصادي، حيث أنها يعني لا تقع في وسط إسرائيل. رغم التحسينات الكبرى التي طرأت على الطرقات وشبكة المواصلات، إلا أنها ما زالت تفتقر إلى الربط السريع بمراكز إسرائيل الأخرى، ومن أجل ذلك لا تبدو القدس قادرة على جذب الاقتصاد إليه. ما كيف كانت طب ملكية الأرض في القدس الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية؟ 33.9% ملكية الفلسطينيين، 30.04% ملكية لليهود، 15.21% ملكية للمؤسسات الأوروبية والمسيحية، 21.06% ملكية حكومية وبلدية وطرقات. احتلال القدس الشرقية وضمها عام 1967، مع اندلاع حرب حزيران 1967 أتيحت الفرصة لإسرائيل لاحتلال بقية المدينة. أعتذر. ففي صبيحة 7 من حزيران يونيو 1967، بادر مناحيم بيجين الوزير بلا وزارة في حكومة التكتل الوطني التي شكلت عشية الحرب اقتحام المدينة القديمة. تم الاستيلاء عليها بعد ظهر اليوم نفسه، وعلى الفور أقيمت إدارة عسكرية للضفة الغربية يترأسها الجنرال حايم هيرتزوك، الذي كان حاكما عسكريا للمنطقة منذ 1963. عندما قام الجيش الإسرائيلي بتنظيم وحدات الحكم العسكري لإدارة المناطق التي تحتلها إسرائيل في حالة نشوب الحرب، وقد جعل هيرتزوك من فندق الأمباسادور في القدس الفلسطينية مقر لقيادته، وتم تعيين إدارة عسكرية للمدينة تتألف من شولومو لاهت حاكما عسكريا ويعقوب سلمان نائبا له، ووضعت تحت قيادته قوات كبيرة تتألف من لواء مظلي وكتيبتي مشاة وكتيبة حرس حدود وكتيبتي هندسة وكتيبتي مدفعية لإحكام السيطرة الكاملة على المدينة. وكانت النوايا الإسرائيلية تجاه المدينة المقدسة تتمحور حول تهجير أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين لتسهيل السيطرة عليها وابتلاعها. وبالفعل كان أول عمل الاحتلال الإسرائيلي في المدينة مباشرة بعد احتلاله هو هدم حي المغاربة المحاذي لحائط البراق. كان ذلك بناء على أوامر تلقاها لاهت من ديان مشير ديان قبل وصوله للقدس، وبعد أن رفض السكان إخلاء بيوتهم قال إيتان موشي المكلف بتنفيذ العملية إن أكف جرافات ستقنعهم بذلك. وتم الهدم تحت جنح الظلام، ولم تقتصر عمل الهدم على الحي فقط، بل طالت مباني إضافية ومواقع مقدسة، منها مسجد البراق وقبر الشيخ. أما سكان حي المغارب قد نقلوا إلى بيوت في أحياء أخرى من مدينة القدس، مثل الحي اليهودي الذي هجره سكان اليهود إبان حرب 1948. مارس الاحتلال العديد من الأساليب ضد سكان القدس، حيث كان يعتقل المئات ويروع الآخرين أثناء عملية اقتحام الجنود المسلحين للمنازل وتفتيشها وتحطيمها وسلبها، بالإضافة إلى تجميع البالغين من الرجال وإجبارهم على رفع أيديهم أمام الجدران والتحقيق معهم، ثم سوقهم إلى نقاط تجمع من خلال الإيحاء بأنهم ذاهبون إلى الموت. في غضون ذلك كان أمامهم طرح آخر بديل يتمثل بالسماح لهؤلاء السكان بالالتحاق بأفراد عائلاتهم في الضفة الشرقية.
بعد وضع سيارات النقل تحت تصرف المعنيين بالرحيل بعد توقيعهم على وثيقة تشير إلى تركهم للمدينة طوعا. كل كان ينصب تحت سياسة تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، كما بدأت إلى جانب ذلك عمليات السطو على البيوت والمحلات التجارية من قبل العصابات اليهودية والجيش. ولم تقتصر عملية الهدم على حي المغاربة فقط، بل طالت 3 قرى أخرى في منطقة اللاترون القريبة من القدس، هي بيت نوبة، عمواس، ويالون. تم هدمها جميعا وطرد سكانها الفلسطينيين منها، وكان ذلك بعد انتهاء القتال بأيام قليلة. وكانت هذه الأعمال بمثابة دلائل على النوايا الإسرائيلية تجاه القدس. في خلال الأسابيع الثلاث التي تلت الاحتلال وقبل ضم المدينة رسميا، قامت السلطات الإسرائيلية بدمج شطري المدينة من خلال إزالة بوابة ماندلباوم التي شكلت بوابة العبور بين شطري المدينة ما بين سنتي 1949 و 1967، جنبا إلى جنب مع بقية إشارات خط وقف إطلاق النار القديم. ووحدت شبكات البنى التحتية بين شطري المدينة، وساهمت بلدية القدس الغربية بشكل فعال في جميع هذه الإجراءات، على الرغم من كون المدينة خاضعة للحكم العسكري وتنطبق عليها قواعد القانون الدولي للمناطق الخاضعة للاحتلال. ما هي إجراءات الضم الإسرائيلي للقدس الشريف؟ بعدما أحكمت يعني إسرائيل سيطرتها العسكرية على المدينة، وبعد أن قامت بإجراءات عملية غير شرعية لضم المدينة تمهيدا لتهويدها كليا، وبعد توقف القتال في مدينة القدس، كانت مسألة الضم القانوني موضوع بحث بين الوزراء في وزارة العدل الإسرائيلية منذ 9 حزيران 1967، ولم يكن من السهل للوهلة الأولى إصدار تشريع بهذا الشأن، نظرا لعدم وجود حدود دولية معترف بها لإسرائيل. ومن ناحية أخرى يتناقض مثل هذا الضم غير الشرعي مع القانون الدولي. كان هناك تباين في الآراء بين أعضاء حكومة إسرائيل، لكن هذا التباين في الآراء لم يكن لحسابات خارجية أو قانونية، بل اقتصر الخلاف على كيفية الضم وليس المضمون. في حين حاولت وزارة العدل الامتناع عن العمل على إصدار تشريع لهذا الغرض، مكتفية بدلا من ذلك بإجراءات إدارية لا تثير أصداء دولية كبيرة. ظهر في الحكومة رأي آخر يطالب بالقيام بذلك عن طريق نشر أو أمر توسيع حدود بلدية القدس في الجريدة الرسمية بقرار من وزير الداخلية، واتخذ فريق ثالث من الوزراء بينهم رئيس الحكومة ليفي شكول والوزير بلا وزارة مناحيم بيجين موقفا يطالب بضم القدس بواسطة تشريع خاص في الكنيسة. ولكن هذا الفريق تراجع عن موقفه بعد أن أوضحت له غالبية الوزراء أن سن قانون خاص يفرض السيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة وحدها سيفسر تنازل مسبق لضم مناطق إضافية إلى الدولة في المستقبل. وفي النهاية تم الاتفاق على أن تكلف لجنة وزارية يعني خاصة لبلورة اقتراح لتسوية الوضع القانوني والإداري للقدس الموحد، غير أنه أريد لضم القدس أن يكون من خلال السلطة التشريعية في إسرائيل وليس من قبل السلطة التنفيذية. لذلك تم اختيار قانون أنظمة السلطة والقضاء 5708 سنة 1948، وهذا القانون هو أول تشريع أقره المجلس الإسرائيلي المؤقت بعد إعلان قيامه لضمان الاستمرارية القانونية في المناطق التي اعتبرت أن ذلك دولة إسرائيل وتلك التي تحتلها وتضمها. تقرر أن يستخدم هذا القانون ويسند إليه تشريع جديد لضم القدس عن طريق إضافة مادة واحدة إليه وهي المادة 11، وتنص على أن يسري قانون الدولة وقضاءه وإدارته على كل مساحة من أرض إسرائيل حددتها الحكومة بمرسوم، وبهذا منحت إسرائيل نفسها ضم أي جزء إليه. بتاريخ 28/6/1967 أصدرت الحكومة استنادا إلى هذا القانون مرسوما بشأن سريان قانون الدولة وقضائها وإداراتها على مساحة تبلغ 96.990 دونما تضم كل القدس القديمة ومناطق واسعة محيطة بها، تمتد من سور باهر في الجنوب إلى مطار قلنديا في الشمال. وكان المسطح البلدي لمدينة القدس في ذلك الوقت يقع ضمن مساحة قدرها 37.200 دونم، أصبحت بعد عملية الضم 3 أضعاف ما كانت عليه قبل الاحتلال. لقد كان الهدف من ذلك ضم أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد ممكن من سكان العرب للمحافظة على الأكثرية اليهودية في المدينة. كان قانون أنظمة السلطة والقضاء المشار إليه سابقا كافيا لتحويل الحكومة تطبيق القانون والقضاء والإدارة على المنطقة المشار إليه، ولكنه لم يكن كافيا لإلحاق هذه المنطقة بصلاحية مجلس بلدية القدس اليهودية. قانون البلدية البريطاني لسنة 1934 ينص على إجراء استفتاء لسكان المنطقة المراد ضمها، ولتلافي ذلك أقرت الكنيسة
في جلسة نفسها يوم 27 حزيران 1967 التعديل الجديد لقانون البلديات رقم 6 لسنة 1967 5727 يسمح للوزير بحسب تقديره دون إجراء أي تحقيق أن يصدر إعلان يوسع فيه منطقة اختصاص بلدية ما بواسطة ضم مساحة تحددت في مرسوم صادر. وفي اليوم التالي لإقرار هذا التعديل نشر وزير الداخلية إعلان في الجريدة الرسمية بشأن توسيع حدود بلدية القدس، وضمت بموجبيه كامل المنطقة التي حددتها الحكومة سابقا من المرسوم إلى منطقة بلدية القدس ووضعت تحت إشراف مجلس البلدية الإسرائيلي. في اليوم التالي الذي تمت فيه المصادقة على هذين القانونين أقرت الكنيسة تشريعا ثالثا اعتبرته السلطات الإسرائيلية مكملا لها، وهو قانون محافظ على الأماكن المقدسة 7527 سنة 1967 ميلادي. على الرغم من أن هذه القوانين كانت كافية حل مسألة السيطرة الإسرائيلية على القدس العربية وضمها إلى إسرائيل وإلحاقها بمنطقة صلاحية بلدية القدس الغربية، إلا أن الكنيسة الإسرائيلية عادت وأقرت في 30 تموز 1980 بشكل استثنائي قانون جديد عرف باسم قانون أساسي أقر بأن القدس عاصمة إسرائيل 5841 1980. وكانت قد تقدمت بهذا المشروع النائبة غايولا كوهين والتي كانت عضوة في المنظمة الإرهابية ليحيى عصابة شتيران قبل قيام إسرائيل، ومن ثم عضوا في حزب حيروت وبعده الليكود. وشكلت قوانين ضمن هذه أساسا لقوانين أخرى وإجراءات عملية تهدف إلى ابتلاع المدينة وتعزيز السيطرة عليها وكذلك المناطق المجاورة. وتم ذلك من خلال وسائل عديدة تمثلت في التضييق على السكان العرب الأصليين لإفراغ المدينة منها، هذا عدا عن مصادرة الأراضي وإقامة التجمعات الاستيطانية. وعلى الصعيد الإداري المحلي فقد كان أول إجراء هو تصفية القضاء والإدارة العربيين، وتمثل ذلك في أمر صادر عن الحكم العسكري ويقضي بحل بلدية القدس العربية. فأثارت عملية ضم المدينة مشاكل قانونية وحقوقية معقدة إزاء السكان الفلسطينيين في المدينة، وأخذت هذه المشاكل تتفاقم مع تعميق إجراءات الضم، الأمر الذي استدعى إصدار عدد من التشريعات الجديدة التي تتوافق مع الإجراءات الاحتلالية. ولعل أولى تلك القضايا كانت مشكلة المقدسيين من حيث علاقتهم بالقوانين الإسرائيلية، وتم اعتبار سكان المدينة الفلسطينية من سكان إسرائيل لا من مواطنيها، وامتنعت السلطات الإسرائيلية عن منحهم الجنسية، كذلك منعهم من المشاركة في الانتخابات العامة، بينما سمحت لهم بالاشتراك في الانتخابات البلدية لمدينة القدس فقط والتي قاطعها الفلسطينيون حتى الآن انتخابات 2008. أما الإجراءات وردود الفعل التي اتخذها الفلسطينيين احتجاجا على سياسة الضم ومعارضتهم لها فتمثلت بالتالي كما يلي: لقد لاقت إجراءات الضم معارضة ومقاومة شديدة من أهالي المدينة المقدسة، حيث رفض مجلس أمانة المدينة هذه الإجراءات ورفض أعضائها الانضمام إلى مجلس البلدية الإسرائيلي. وجاء رد أعضاء مجلس الأمانة القدس على الدعوة التي وجهت إليهم بهذا الخصوص بأنه لما كان مجرى البحث من وجهة نظر الفلسطيني في الانضمام إلى مجلس بلدية القدس تحت الحكم العسكري الإسرائيلي وعلى الوجه الذي أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية وبمثابة اعتراف رسمي منه بقبول مبدأ ضم مدينة القدس إلى القطاع الذي تحتله إسرائيل من القدس، الأمر الذي لا نسلم به كأمر واقع ولا نقره ونعتبره مخالفا لميثاق هيئة الأمم المتحدة ولقرارها في جلستها الاستثنائية الأخيرة، مخالفا للقانون الدولي العام، ونعتبره كذلك إجراء غير مشروع ونطالب بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه الحال قبل 5/6/1967. وبناء على ذلك تجدوننا آسفين لعدم تلبية الدعوة لمقابلتكم والتحدث معكم بهذا الشأن، ونظهر الرفض والاستنكار من قبل الشعب الفلسطيني في المدينة، أيضا إرسال زعماء ورجال دين ووجهاء في القدس وفلسطين مذكرة إلى الحاكم العسكري للضفة الغربية ترفض إجراءات الضم والممارسات الإسرائيلية وإعلانهم عن تشكيل هيئة إسلامية تتولى رعاية الشؤون الدينية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس إلى أن يزول الاحتلال. ومع تزايد المعارضة الوطنية لإجراءات الضم خصوصا على المستوى الجماهيري أصبح التعبير عن هذا الرفض يتعدى الاحتجاج والاستنكار إلى المقاومة. قرر الاحتلال الإسرائيلي الرد بمختلف الوسائل على المقاومة وبدأ بالتدخل في الشؤون الدينية الداخلية والنفي والإبعاد، وتطورت أشكال الرد أمام استمرار المقاومة حتى تم اتباع سياسة احتلالية أكثر تطرفا تمثل أبرزها في نسف المنازل والاعتقال الجماعي وفرض منع التجوال ومصادرة الممتلكات وإغلاق البيوت وغيرها. يعني
ربما جمعت أرقام يعني من قبل، يعني لكن الكثير من حول المخططات يعني الصهيونية، وربما هناك العديد من الإحصائيات التي تؤكد هذه تعسفية السياسة الاستيطانية والضريبة الباهظة التي دفعها الفلسطينيين جراء مقاومتهم للابتلاع والضم للمدينة المقدسة. إذن عاشت فلسطين حرة أبية، المجد والصمود للقدس. وشكرا جزيلا لحسن انتباهكم، أتمنى أن تكون هذه المحاضرة في أقسامها الثلاث قد أفادتكم. إلى اللقاء في محاضرة يعني سياسية وطنية قادمة. شكرا.